اقول الله يا الله الولد مريض والبنك والراتب قليل وما في بركة، يعني انا مش فقر. لا انت تركتني عبدت، وان دعوتني اجبت. هذه العمود الاربعة تدخل على باب الرضا مرة ثانية مع بعضهم أو كأن العبد يقول لله عز وجل، نعم يا رب إن أعطيتني قبلت، أنا أقبل العطاء قليلا كان أم كثيرا، وقيل لربنا كثير، نعم لا قليل عند الله، نعم طبعا. إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت أرضى، لأن المنع قلنا من قبل إن رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء، لا تصعد. وبعدين إن تركتني سبحان الله العظيم عبدت لا أتوانى لا أتوانى، سبحان الله العظيم حتى المصائب لما تنزل لا ملجأ من الله إلا إليه، صحيح صح سبحان. وبعدين وإن دعوتني أجبت، لأن أول سيدنا يونس ما نزل في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال ما دعاها مكروه إلا وفرج الله كربه، معناه كان ذاهبا مغاضبا لله سبحانه وتعالى، هو لا مغاضبا لقومه، يعني هو يعني لم ينتظر الوحي، هذا هو الخطأ الوحيد. يعني أي خطوة للنبي بوحي، ولكنه اجتهد، هذا الاجتهاد مأجور عليه، لأن هو لم يجد مستمعين وخاف أن يضيع دين الله مع هؤلاء الناس الذين قال ربما أجد بيئة أخرى تقبل، هذه التربة لا تصلح للزراعة، هناك تربة تصلح للزراعة، فذهب فالتقمها الحوت، أول ما دخل في البطن الحوت فهم لا إله إلا أنت سبحانك ونزهك يا رب سبحان الله سبحانك إني كنت أنا ظلمت نفسي بأن استبقت الأحداث، فأنا في معية الله عز وجل، يعني ردا وقبولا وحركة، لكن لا أخرج عن دائرة الأوامر والنواهي. نعم. عندئذ أصل إلى باب الرضا. ندخل لباب الرضا. هل له أنواع؟ الرضا له أنواع، ممكن يكون له أنواع. الرضا يقول لك ترك الاختيار قبل القضاء. ترك الاختيار قبل القضاء، قبل قضاء الله عز وجل. أنا أترك الاختيار. سبحان الله. والقضاء لم يحدث بعد. وتبخر مرارة الألم بعد القضاء. جميل. يعني القضاء بيبقى مر على العبد. صحيح. امتحان. ثقيل. تمرض ابنتك، يمرض ابنك، تمرض أمك، تجد جارك في ورطة، أخوك الصالح في أزمة، واحد مديون، أنت نفسك في مشكلة، لكن المرارة تتبخر لأنك تعلم أن المبتلي هو الله. فإذا كان المبتلي هو المعافي فلماذا أحزن؟ الله جميل جميل فهم واضح. لا لابد يعني انا تركت الاختيار قبل القضاء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء. انظر الى دعاء رسول الله عليه الصلاه والسلام. لماذا الرضا؟ طب ليه مش الرضا قبل القضاء؟ لان العلماء قالوا الرضا قبل القضاء ده عزم على الرضا، نيه، لكن الرضا بعد القضاء يقين انه فعلا رضي. هذا هو المحك الرئيسي. هذا حصلت المساله سبحان الله، سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. يعني شو هتكتشف المساله. فانت تركت الاختيار قبل القضاء، وبعدين يعني فقدت البراره الموجوده نتيجه الاختبار الصعب بعد القضاء. وبعدين ان العلماء قالوا ايه؟ قالوا هيمان الوجد والحب في قلب العبد في حشو الابتلاء. هيمان الوجد والحب لله، نعم ها، في حشو الابتلاء، يعني الابتلاء نفسه موجود في حاشيه الابتلاء، المنحه تكمن في المحنه، فاراها ارى المحنه نعم، ولكن داخلها المنحه. وبعدين لما ابن عباس قال والله لو كان العسر في قوه لجاء اليسر فدخل فأخرجه وجلس مكانه. يا سلام. لأن لا يغلب عسر يسرا. إنما العسر يسرا. إنما العسر يسرا. لأن ما فيش عسر يغلب يسرين. لأنهما يسر جاء إيه؟ نكرة. صحيح. تمام كده. البلاغيون يفهمون أكثر منا في هذا القضية. بارك الله فيك. فقضية أن دي قواعد المسألة. لا. لأن يقول إيه؟ سألتني قريش.
عن مسراي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فكربني ذلك. سألوه عن أماكن أسر أبيه ورجع. فقريش بدأت تسأله ما هو مرحلة كان يروحه. هو لم يذهب المسجد إلا مرة ودخل فيه دقائق في بالليل وصار. طيب فسألوه قال فكربني ذلك كربا ما كربت مثلهم قبل. إذن الرسول يقرب وقع لهذا لكن قلبه مليء بالرضا لأنه الله عصمه من الناس. وإذا قيل لموسى ولتصنع على عيني قيل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا وشتان من صنع على العين وشتان من هو بالعين بالعين. سبحان الله العظيم. فإذا بجبريل ينقل إلي المسجد الأقصى فأصفه جزءا جزءا والصديق يقول صدقت يا حبيب الله صدقت يا رسول الله سمي الصديق. فمسألة الكرب لابد أن يأتي ما في مشكلة ولكن لما يكون القاعدة موجود فيها الرضا خلاص. بدليل لما ترضى عني وأرضى عنك تحصل هنات ما بين البشر. لكن قالوا وعين الحب عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي طلع العيب وتحطه تحت الميكروسكوب وانك انت قلت لكن التاني يبلع القضية سبحان الله العظيم. لكن حتى قال العلماء هو من الواجب انا لما توب اذكر الذنب ففريق من العلماء ويعجبون يقولون لا تذكر الذنب انك كنت في حالة جفا فلما تبت صرت في حالة وفا وذكر الجفا بعد الوفا جفا. الله الله يعني انت ربنا عافاك وخرجت من حالة الجفاء اللي كانت بينك وبين الله ودخلت مع حالة الوفاء بتنفيذ اوامر الله ونواهيه. ايه اللي خليك تجيب سيرة الجفاء مرة تانية؟ خلاص صحيح. انت اقلعت وتبت واستقمت وصلح حالك خلاص يا عم افرح كما يفرح الله. اذا كان الله فرح بتوبتك الا تفرح انت بتوبتك؟ صحيح. فهنا هنا هنا يكمن الرضا. يعني اعظم درجة الرضا ايه؟ ان اكون سائرا في طريقه فاذا اتاني من خير فالحمد لله الحمد والمنة وان اتاني مما اظن انه كرب وشر اقول لابد ان هذا لتهذيبي واصلاحي هذا لابد لمصلحتي لانه الرب يربيني على موائد كرمه ودم يربيني على موائد كرمه خلاص بك انتهت القضيه. صح خلاص طب انا اذا كان اذا كنت انا بعين الله وهو يربيني بهذا المنطق خلاص يبقى اصبر واحتسب. اما اتململ قال علي رضي الله عنه من اصيب بمصيبه فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله ومن اصيب بمصيبه فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله. حتى قال قولته الشهيره ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري وأصبر حتى يأذن الله في أمري وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. الصبر يتضعضع أمامه غريب. الصبر يتضعضع ليه؟ لأن قلبه ملأ بالرضا. فلما القلب يملأ بالرضا خلاص سبحان الله. يعني مثلا أنت عندك صالة كبيرة بهو كبير في 100 مصباح انطفأ مصباحين ثلاثة ولا شيء لا يؤثر لأن النور موجود. صح ونور التوحيد لا يخبو في قلب العبد ابدا حتى ولو بالمعصيه هو موجود لا يخبو ولكن ياتي عليه الران من كثره الذنوب وقله التوبه وتضرب بها المثل التوبه تذهب هذا الران تأكد. يعني طلبنا مثل سابق قلنا لو اخذنا طفلا لنا في الرابعه وعبرنا به الطريق فانقطع تيار الكهرباء على المنطقه كلها فاستولى الخوف على قلب الطفل الوساوس هاجمته فقال ربما نقع في حفرة ربما تتهمنا سيارة ربما ندوس في بطن كلب نائم وهكذا فمن شدة الخوف الذي استولى عليه